عملنا دجاج على الطريقة الصينية، دجاج بروكلي جزر مع شوي من زيت السمسم والزنجبيل والثوم، واستعملنا اليوم صويا صوص قليلة الملح. تمام. 2 صدر دجاج مقطع، بصل مقطعة، كوبين جزر مقطع، كوبين بروكلي مقطع، معلقة ثوم مفروم، طبعا الثوم هلا مهم جدا عشان المناعة، معلقة كبيرة زيت سمسم راح يعطينا نكهة طيبة، معلقة كبيرة زنجبيل مفروم غني بالمواد المضادة للأكسدة، وربع كوب صلصة الصويا قليلة الملح اللي هي الصويا اللايت. لايت نعم. قليلة بالملح، فإحنا ما في داعي نحط ملح أصلاً بالوصفة. بالضبط. فيهاش ملح الأكل هاي لأنه نعم. حيعطينا نكهة الصويا لكن من دون ملح كثير. مش تملح بس أطلع. عارفك. أوكي. عيني. دكتور بغض ملح. أوكي. حلقة مسجلة. يلا. راح نبدأ بزيت السمسم. تمام. مباشرة بنضيف البصل، ما بديش زيت السمسم يحترق كثير. لأنه ونشوي هالبصل يعني على الريحة يا عيني ريحة جد بالشهي ومباشرة الحين نضيف الدجاج لأنه حيكمل طبخ مع البصل تمام هي دجاجاتنا دجاجاتنا ودجاجاتكم صدر الدجاج صدر الدجاج صح؟ صدر هو عشان بفوز هون كثير مرة بفوز هون يعني نهائيا بالضبط بعدين البصل الأحمر هذا فيه فوائد غذائية كثير عالية في ميزة البصل الأحمر مش حامي للعينين لانه خبرني سمير هو قشر شوال البصل هذيك اليوم ولا دمعه ولا دمعه نزل منه نعم صحيح صح سمير ولا دمعه سمعت تمام وبعدين امتى بنحط الثوم وال بس الدجاج يبلش ينشف عندي بنضيف باقي اللي هو زنجبيل والثوم فلفل اسود الصويا الخضار بس قبل هيك كيف الريحه سمير طيبه شيء روعه ابو عون زي الاسد طبعا انا وابو عون يعني هذا الطبق يا دكتوره هذا بكفي يعني لأربعة يا سمير لا ما هو احنا بنعزم عليه خمسه يعني انا ابو عون اقول شو نتغدى بنطل عليهم وهم يتغدوا نشبع تمام طلش علي نحكي السعرات فيه ولا لسه نحكي السعرات يلا قبل ما يستوي الدجاج تمام هلا بما انها بتكفي لاربع اشخاص بس بتصفي السعرات الحراريه كثير قليله فيه تقريبا 280 سعره حراريه و13 جرام من البروتين وعندنا 6 جرام من الالياف اللي هي جاي من الخضار صوره ايوه بالضبط 280 سعره حراريه عندنا كمان 26 جرام من النشويات عندنا 13 جرام بروتين طبعا اذا اكلنا كميه دجاج اكثر بنقدر نرفع البروتين ل 20 جرام 6 جرام الياف و15 جرام دهون الوصفه غنيه بفيتامين اي فيتامين سي الموجود اكيد بالبروكلي واكيد الحليب ونسبه من الكالسيوم الموجوده بالبروكلي والخضار فنسبه بسيطه بس هو اكثر شيء حديد وفيتامين اي وعندنا كمان نسبه من الالياف الجاي من الخضار فهاي هي الوصفه طبعا اذا اكلنا كميه اكثر السعرات راح تكون اكثر لانه صدر الدجاج تقريبا فيه 220 بس هون استخدمنا 2 صدر دجاج لما يتقسم لاربعه مع الخضار فبصفي هيك السعرات قليلة جدا فمناسبة للدايت. حتى الزيت كمان دكتورة زيت قليل جدا. هاي الثوم وهي هالزنجبيل. تمام. حتى يعطونا هالنكهة وهالطعم البشهي. بعدين زنجبيل مع الصويا هذا بصفي آسيوي شوي الأكل صح شيف؟ أكيد. أو رهيب. يعني لأنه زنجبيل وحاطين. إذا عم نستنى شوي حتى يستوي الدجاج. تمام. وبتلاحظوا كيف ريحة. طيب جدا كثير. هذا الطبق يعني في الانسان اللي كان بيلعب بالنادي او صحي صح. ياخذ وجبه كامله مع الخضار خضار جاهزه صح. هي كمان شويه فلفل اسود ممكن كمان اللي اذا حابين طبعا الوجبه يكون فيها نسبه من النشويات اكثر شوي نقدر نضيف بطاطا حلوه هلا موسمها كمان نقدر نعمل بطاطا حلوه مشويه جنبها. مشوي جنبها طيبه او مع الخضار لانها بتستوي بسرعه اصلا انا مستغرب البطاطا الحلوه بتكون بالتقطيع انشف منها ما في بس على السريع بس حطيها بالمي بتعدي 20 ثانيه بتلاقيها بعدين بيتا كاروتين عالي وهلا اي شيء بتعرف هلا الناس كثير عم تمرض وبترشح وانفلونزا لازم نقوي الجهاز المناعي صحيح ثوم بصل زنجبيل بطاطا حلوه بروكلي جزر هذا كله جهاز مفيد مناعي ما شاء الله خلاص انا الحمد لله صحي اي تقريبا الدجاج عندي نشف والصويا بالاخر صار جاهز الان دكتوره راح اضيف اكيد هالصويا صوص طبعا الصويا وبعديها بنضيف هالخضره باخر مرحله حتى حافظ على لونها وعلى قوامها وفوائدها يعني كمان طبق يعني خلي عندك سمير لا طبق بشهي زي ما انتم شايفين حبايبي هنطبخه شوي وبعدين نسكبه في جاط التقديم